أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله اليوم نتكلم عن مكر المستغفرين. نعم، والله أشد مكرا. نعم، سبحان الله. هناك أناس إخوة وأخوات يمكرون والله أشد مكرا، أو الله أسرع مكرا. فيمكرون بهذا الاستغفار، يعني يأخذ الاستغفار من باب أنه وكأنه معانا مفتاح اسمه مفتاح الفرج. نحن سنبقى فيما نحن فيه من غي وضلال، وعندما تضيق بنا الدنيا سنأتي إلى الاستغفار ونشغل هذا المفتاح. يلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أسبوع أسبوعين، ثم عندما يفتح الله علينا سنعود لما كنا عليه، وكأننا نستغفر الله على، يعني نعبد الله على حرف، وكأنه هذا الحبل أو هذه الطريقة ستدوم لهم. نعم، الله رحمته وسعت كل شيء، الله الرحيم، الله الحليم، الله الذي يسامح ويعطي ويمد، لكنك إن تفلتت أكثر من اللازم فسوف يكون العقاب شديد. نعم، الله يفتح لك ويبين لك أن الاستغفار سيأتي في الأرزاق، والاستغفار سيفتح الله عليك في أبواب المغاليق، لكن لا تستعمل هذا الاستغفار وتظن إنه الاستغفار مفتاح السعادة من باب إنك أنت تذهب وتعود إلى ضلالك القديم، ثم عندما تضيق بك الدنيا أو يغلقها الله عليك ترجع وتستغفر. نعم، هذا بالمرة الأولى، لربما بالمرة الثانية سينفع معك، ولكنها في المرة الثالثة سيكون الوضع صعب جدا جدا معك. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء. الله غفور رحيم، الله حليم، يعني يلطف بعباده ويعطيهم فرصة وكمان فرصة. أنت تسيء والله يمدك بالخيرات، لكن إذا لم تفهم الدرس فيأتي والعياذ بالله البطش الشديد، يأتي البطش الشديد وأنت تظن إنك على خير والعياذ بالله. نعم، ليش أنا بتكلم عن هذا الموضوع؟ من قصص الذين سبقونا، يعني من قصص أو تعليقات الإخوة، إني كنت ملتزم بالاستغفار وفتح الله علي وتحسنت حالي، ثم تركت الاستغفار والتهيت في هذه الدنيا، ثم انقلبت الحياة علي فعدت إلى ما كنت عليه، ثم عدت إلى الاستغفار ففتح الله علي. لكن هناك كمان صور ستوري في البروفايلات التي كانت مغلقة فتحت، وكأننا هنا في نزهة، وكأننا هنا في عرض أزياء لربما، أو في عرض لا أدري صراحة، لا أدري ما هذا المكر. والله أشد مكرا، والله أسرع مكرا. لا أدري، مش فاهم شو المقصود من هذا البلاء. ألم تفهم؟ والله ما أنزل الله السماء مدرارا على الناس إلا ليريهم آيات حسية عشان يثبت إيمانهم، لكن يزدادوا تفلتا. هل لك عند الله يعني حجة بعد ذلك، بعد أن أقام عليك الحجة المولى عز وجل وأمطر الله السماء لك، وثم بدأ الفتح، ثم انقلبت على عقبيك وأدرت ظهرك لله، هل لك حجة عند الله إن بطش الله بك؟ اسمع، والله يا جماعة إني لكم ناصح أمين، قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، عندما بدأنا الاستغفار بال 2022 بعد الاقتحامات التي كانت على مصر رسول الله، نعم، بعد أن كانت الاقتحامات وجاء المطر
ودونت، انا تكلمت يعني دونت قبل ان ياتي المطر وقبل ان يعرف الناس انه في مطر عندي على القليل على صفحتي. انا دونت لانه القناه جديده يعني بمناسب نسبيا لصفحتي على الفيسبوك. انا بدات اتكلم على الفيسبوك عن احداث اخر الزمان ثم انقطعت في 22/2/2022. نعم كانت هناك رؤية تخبر في الحدث الذي حدث وهو دخول روسيا على في التاريخ يعني على اوكرانيا. نعم فكانت في التاريخ هذه الرؤية 22/2/2022، جاءت هذه الرؤية قبل 4 أشهر من هذا التاريخ. ما علينا، المهم اني انا بدات اتكلم عن احداث اخر الزمان وما الذي اعرفه من خلال الرؤى وهكذا، والحمد لله رب العالمين. حتى بدات الانتهاكات، وصلنا الى رمضان 2022 وبدات ادون عن الاستغفار وبلغوا عني ولو ايه، وهذه الامه تعذب بذنوبها، ولئن تغيروا هذول سياتي غيرهم وسياتي غيرهم، والامم والامه حتى يضربنا الله ببعضنا البعض فلا ندري كيف نخلص. وقلت انه عندما أمطر الله السماء بعد مدة من لزوم الاستغفار، وهذا قد حصل لي مع 2015، لكني يعني بال 2022 يعني، وكان الله يجدد التأكيد على هذا، بال 2015 كان بيني وبين الله، ما حدثت أي شخص بأي شيء حصل لي بال 2015، لكن بال 2022 بدأت أتكلم وأخرج ما كان عندي بال 2015، وقلت والله عندما أمطر الله السماء، اسمع، ثم تكلمت أنا على 2000 11 زوجت أولادي، لزمت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهر 8 كل شهر 8 كل شهر 9 كل شهر 8 كل شهر 9 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بلغ عني والآية. فعشت هذه الآية بين الفجر والشروق، بين الفجر والشروق بالصيغة الإبراهيمية. نعم تكلمت عن هذه الآية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حصل منها، لكن الشاهد هنا عندما لزمت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الاستغفار. طبعا ورد الاستغفار، كنت مستغفر، كنا نستغفر 30,000، ثم نزل الاستغفار إلى لربما مرات 8 مرات 12,000 مرات 6,000 مرات 14,000 بتعلق في الوقت. وبدأت القناة تكبر فبدأت تأخذ مني وقت، قناة اليوتيوب نعم بدأت تكبر وبدأت تأخذ مني وقت وأجيب على أسئلة وكذا. فعندما رجعت إلى الاستغفار ورد 30,000، أول يوم وصلت للاستغفار كان واحد أو 12 أظن أو 13 تقريبا 3 4 5 10، لا أذكر بالضبط يعني متى كان هذا التاريخ في 2022. فعندما يعني استغفرت ووفيت الورد 30,000 كتبت تدوينة سنرى ما الذي سيحصل من هذا الاستغفار 30,000 وإذا الله يمطر السماء في نفس اليوم. فقلت يا جماعة، صورت فيديو المطر ينزل وأنا أتكلم، قلت يا جماعة اتقوا الله، والله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الله. هاي الآية استقريتها يعني من باب اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقلت إن الله عندما يحرك آيات حسية في الأقوام السابقة كان يعذبهم إذا لم يؤمنوا، من لا يؤمن يعذبه. واتقوا من أمر جلل، اتقوا أمر جلل، اتقوا يعني أنه يكون في أمر فيه عذاب للناس التي تكذب. فمضينا بعض الوقت، نعم أمطر الله السماء، مضينا بعض الوقت الحمد لله رب العالمين، حتى وصلنا إلى يوم كمان يعني كنا بالاستغفار الحمد لله رب العالمين، فهناك كثير من المكذبين من حولنا وكذا الحمد لله رب العالمين. ما علينا، وثبت ولم يثبت، كانت هذه معركة الكلام عن ثبت ولم يثبت ومن أين لك هذا ومن أين لك هذا الورد، حتى بدأت الناس تستغفر وتأتي ثمار الاستغفار. فصار في عندي يعني وكأنه يعني تدعيم وتصديق لقولي من المستغفرين، نعم من المستغفرين أنفسهم ومن الذين لزموا الاستغفار ولزموا سورة البقرة. فبدأت تأتي التصديق يعني كل من لزم الاستغفار ماذا حصل له وكيف أن الله أمطره. فبدأ السكوت يعم والهدوء يعم، ثم بقيت هذه في ذهني والله أنه يعني لربما الله يبطش بالمكذبين. ثم جاء زلزال سوريا وتركيا، ثم أود وان كما مرة للمكذبين والمشككين اتقوا الله إذا لم تتوبوا
إذا لم تتوب. وبين اليوم الإشي واضح جلي، وصل لهذا الصوت. أنا ما كان والله ما كنت أعرف إني بدي أصل لمئتين 300، يعني حولي هكذا البلد اللي حولي، لربما في عندي أكم من صديق يسمع كلامي وأنا أبلغ آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري يعني من باب قال لما تعيدون قوم الله مهلكهم أو معذبوا عذابا أليم، قال معذرة إلى الله. نعم، فأنا اعتذرت إلى الله وبلغت هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستغفار وماذا يفعل الاستغفار، وإن هذه الأمة تعذب بذنوبها، ولإنك أنت شخصا واحد أو عشرة تابوا إلى الله ولزم الاستغفار، لو كانت مجموعة أو بلد أو دولة لزمت الاستغفار لالله رفعنا هذا البلاء، ولو أن الأمة لزمت الاستغفار طبعا تابت عن ذنبها لالله رفعنا البلاء، ولكن نحن نرزح تحت يعني ظلم الظالمين لأن إحنا ظلمنا أنفسنا وابتعدنا عن منهج الله. وصحيح إحنا بنركض للخيرات ولكن لا ننتهي عما نهى الله، لا ننتهي عن أي شيء، لا ننتهي. نعم أنا أنفق، نعم أنا أصلي، نعم أنا أصوم، نعم أنا أزكي، نعم أنا أحج، نعم أنا أركض إلى العمرة، نعم أنا صلاة الفجر، أنا 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 أنا، لكنك لا تنتهي عن شيء. انتهى عن الريب، عن الغيبة والنميمة لا تنتهي، انتهي عن الربا لا تنتهي، انتهي عن القلب والقيل لا تنتهي، انتهي عن سوء الظن لا تنتهي، انتهي عن 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 الإباحيات لا تنتهي. كل شيء انت قايد فيه، يعني ماشي بمسارين، انت ماشي بمسارين، مسار انك انت عمال تحسن والمسار الثاني، لكن العطاء يبقى في المنع، عندما تمنع نفسك يبدا العطاء. اما من نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. نعم، فإن عندما تنهى النفس عن الهوى ومش إنك تسارع، نعم كانوا يسارعون في الخيرات ولكنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا يعني الله ذكر التوبة والإنابة كثيرا. نعم، فنتوب من هذه الذنوب ونقبل على الله ونعود إليه جل في علاه، لكن اليوم صار في مشكل كبير إنه الناس يعني وكأنها فاتت على حلقات هيك جميلة، نسمع للاستغفار، نمسك المسبحة، لربما هدوء، لربما هي أول تجربة إلك أما لتخوضها بالاستغفار، فالله فرج عنك، أزاح عنك غم كان جاثم على قلبك، ثم عدت إلى ما كنت عليه، تركت المسبحة، التهيت، وأنا دير بالك، قلت دير بالك أن يسحب الله البساط من تحت أقدامك. وبالنسبة للأمة والعقاب والعياذ بالله من باب لربما إنه أمر جل القادم، قد تكلمنا عن رؤية كانت عند أبو البراء الأخ الفلسطيني، معبر الرؤى الأخ الفلسطيني أبو البراء، والتي أعاد تأويلها المعبر المغربي محمد مجاهد. نعم، وهي أمر جلل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أمر جلل سيعيدها إلى حاضنة الإسلام. وهناك رؤية اليوم أنا لم أسمعها بعد، ولكنها رؤية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من أمر جلل، نفس الرؤية، يؤكد على نفس الرؤية. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله وأفووا لكافر رحمة رب الله، رحمة ربنا. نعم، ما كان والله 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 ما كانت رسالة أخونا أحمد النعناع التي كان من سوريا، وسنعيد هذه، أنا ما كنت أعلم إنه الاستغفار يعمل حتى لهذه الدرجة، لأنه كان في رسالتين عندي، لكن أحمد النعناع يعني تواصلت معه وبعت لي تسجيل في أوديو وحطيته بصوته أنه قال ما شعر في هذا الزلزال والناس بهلع والناس تصرخ والناس تبكي والسيارات الإسعاف تأتي من كل مكان وكان في عمارات تنهدم، ولكنه لم يشعر بأي شيء. شيلي شيلي شيلي، لم يشعر بأي شيء. وكان الله يقولنا من لزم الاستغفار وتاب إلى الله وثبت على الحق سأويه لكافي رحمتي، ولن يرى من هذا الدمار لربما الذي قادم شيء، لن يشعر بشيء ولن يجزع ولن يخاف، فسأربط على قلبه. ولكننا إحنا سبحان الله نسمع كما كانت الأقوام السابقة، والله كالأقوام السامعة كما كذبت ثمود النذر، وكله كذب النذر، وكله كذب الرسل، وكلهم كذبوا. تسمع ويعني أنا ما بستغفر، يعني تقول لواحد استغفر بقول لك أنا بستغفر، يعني أنت مستغفر وفي صفحة استغفار، ثم البروفايلات تبدأ تنقلب والطعن والشتم والسب. نعم، في هناك علقت على أخ يعني يطعن عينك، أنا عملت له حظر،
انا عملت له حظر يعني يطعن في الكلام. انا عندي معلومه بدي ابين لك اياها، بدك اياها اسمح بدك اياها في ملايين المنتديات، مليارات حتى، كل واحد فاتح منتدى اليوم على اليوتيوب، على التيك توك، على الفيسبوك، كل واحد عنده صفحه وبيتكلم شو بده. فانا بينت لك وبدا الحصاد ياتي، لكنكم سبحان الله مش كلكم، لكن في نسبه كبيره جدا تظن انه الاستغفار سيبقى محله الى ابد الابدين. يعني شو يعني من اي باب؟ يعني انا كنت متفلت ومبسوط بهذا التفلت، لولا ان الله منعني من الرزق. لو انه لم يمنعني من الرزق انا دابق على الشط في العري وفي الاباحيات وفي الربا وغير سيارات واكذب على هذا وسب على هذا وافكر حالي بدون حساب. ولا لو ما ان ابتلاني الله لما تركت اللي انا فيه، انا تركت اللي فيه لانه الله سكر علي كل شيء، عاقبني الله. فانا جاي استغفر شوي قليل، استغفر قليل عشان شو الهدف؟ مش الهدف عشان الله يفتح عليه ويعرف الله، لا لا، الهدف مش عشان هذا، الهدف عشان يعود الى ما كان عليه. نعم الهدف الى عشان يرجع الى الرقص والاعراس التي فيها العري والخلط، وإلى التبرج وإلى المناكير وإلى الربا وإلى الزنا وإلى كل هذا. هذا قصده أنا مستغفر قليلا، نمحى الماضي ثم نبدأ صفحة جديدة، ويظن هكذا هي الأمور. لا يا أخي، يا أخي الله يعذبنا العذاب الأدنى دون الأكبر لعلنا نرجع، وإن لم نرجع سيبطش بنا الله جل في علاه، سيبطش. قالوا يا رسول الله من أنت، يعني من أنت أو من أنا إذا نسيء إلى الله ولا لا نرجو لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يعني ستبقى في هذا الحال تظن أنك معك كرت، بقولوا له كرت فرار هذولا، يعني كرت مسموح لك تعمل شو بدك، يعني مسموح لك تعمل شو بدك، لكن عندما تتصل إلى المأزق استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا استغفار تافه، يعني استغفار ما له قيمة، يعني أنت مش عمال تقلع عن الذنوب، يعني تمكر، والله أشد مكرا وأسرع مكرا. فما هذا الاستغفار يعني، والعياذ بالله، ما قصدت أن أقول تافه ولكنه استغفار يعني فارغ المضمون، والعياذ بالله، يعني قصدت أن أقول فارغ المضمون. ما هذا الاستغفار يعني، فقط تتكلم بلسانك، ما بينفع بس تتكلم في لسانك وتقول استغفر الله اذا لم تتب من هذه الذنوب. نعم انها الذنوب هي الطامه الكبرى ان لم تقلع عن هذه الذنوب. فهذا اسمه مكر، انت مكار، مكر المستغفرين. نعم انت تمكر تظن انك معك كرت اسمه استغفار، عندما تضيق فيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم سنقول استغفر الله استغفر الله بهذه الصيغه، وكأنك تردد كالببغاء، لكنك عندما تقلع عن الذنوب وتعرف أنك أنت عم تتبع السيئة حسنة من كثر سيئاتك، فأنت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، تكثر عشان يصير عندك جبال من الحسنات اسمها استغفار. وأرادها الله بالاستغفار، نعم أراد الله بالاستغفار في كلمة الأستغفر الله. قال المولى عز وجل لبني إسرائيل قولوا حطة، بدوا الله منهم يقولوا كلمة واحدة، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قالوا حنطة، ما قالوا هذه الكلمة، والله بقول لك كل استغفر الله، الله يريدك أن تقول هذه الكلمة، فلا تلتف على هذه الكلمة بأي صيغة، توب من الذنب وقولها بأي صيغة بدك إياها. وكل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أغلبه ذكر في القرآن وذكر في السنة. أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله عدد خلق ورضا نفسي زينة العرش مداد كلام، أستغفر الله أو سيد الاستغفار، كل هذه الصيغ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت استغفر ربكم، قال المولى عز وجل في سورة نوح فقلت استغفر ربكم، نقول احنا استغفر ربكم استغفر الله مثلا استغفر الله، فلزمنا هذا وقطفنا ثماره، والناس قطفت ثمارها والحمد لله. ثم ياتي واحد باي صيغه؟ صيغه انك تتوب عن الذنب، صيغه انك مقبل وعارف انك انت انسان اسات الادب مع الله، فعليك ان تتوب من هذه الذنوب وتقبل على الله ولا تكون مكار. نعم مكر المستغفرين، مكر المستغفرين والله اشد مكرا واسرع مكرا. نعم سوف يعاقبك الله ولن ينفع هذا. كالراعي، ذاك الراعي الذي كان كل يوم، والعياذ بالله من التشبيه يعني، ولكن كل يوم هذا الراعي لأنه ما كان في حدا حوله يقول ينادي على أهل البلد، يا أهل البلد في ذيب أجعل على القطيع، فيتهرع لأهل البلد عشان يتساعدوا، ما يجدوا شيء، يقول انهرب كل يوم، قل انهرب كل يوم، يقول انهرب، والأهل البلد تهرع عشان تساعده. لكن بالفعل باليوم الثالث أو الرابع جاءه الذئب ونادى، وأهل البلد لم يسمعوا. هكذا أنت أدرت ظهرك لله،
اليوم ننساهم كما نسوا لقاءهم يومهم هذا، فاليوم أنت كمان ستنسى. نعم، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بدك تقوى يا أخي، مش بس بدك تآمن، ما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، بدك تقوى تمتنع، منها النفس عن الهوى. التقوى ها هنا، التقوى في القلب، التقوى إيمان، أن ترى يعني تعبد الله كأنك ترى، وإن لم تكن ترى فهو يراك جل في علاه. شو المطلوب؟ تب من الذنب وأقبل على الله وأقبل على عبادة الله، واسأل الله في كل صغيرة وكبيرة. ويوما ما بعد ما تقلع شوط ويبدأ الفتح، وإن الله أمطرك وبدأ الفتح، بدأت الرحلة النفسية، في هناك امتحان، امتحان التصديق الذي سقط فيه كثير من المعلقين. نعم، كنت أستغفر أو كنت أقرأ سورة البقرة ثم انقطعت عنها وابعدت عنها، هذا اللي سقط، هذا بالامتحان سقط، أخذ قليل، قلنا الفتح الأول ثم الفتح الأكبر لم يأخذه، فظن أنه خلص يعني أنا بدي أرجع لغي. أنا مبسوط، كنت مبسوط في القرود الربوية، مبسوط في الشطوطة والبحار والغيبة والنميمة والإباحيات، كنت مبسوط أنا، لكن الله ابتلاني، فعندما يرفع عني هذا البلاء ربي وسد لي ديني أنا راجع، أنا بدي أرجع للإباحيات وأرجع على الريبي الغيب والنميمي. هذا إياك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، وهناك قلنا رؤى، وأنا إلي يعني معرفة في الرؤى صراحة، يعني إلي معرفة بالرؤى من باب إنها تتحقق، والرؤى من عند الله، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، وعندما تتواطأ الرؤى فهذا يدل على شيء. قال يا رب يا أبتي إني أرى، فالرؤى التي تتواطأ وتأتي من كل مكان، فالله يحذرنا من هذا الشيء أو يبشرنا بالشيء ويبين لنا أمور، فننتبه ننتبه. كانت رؤيا قديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخزنوا الطعام، أي يا السودانيسة كانوا آمنين مطمئنين يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان، لكنهم صار في حرب أهلية. عليك أنك تكون أنت مدخر يعني على القليل أكل طعام مثلا لمدة شهرين ثلاثة، يعني غير جدد، يعني خلي يكون عندك موني، حتى الفقير يجدد، يعني يكون عنده، مش بيومك أنت بتنقطي خلاص بتموت من الجوع. نعم، خليك جاهز، هاي إحنا بأيام، ولكن المستغفر سيدبر الله أمره إن شاء الله، لكن لا ترك، نأخذ بالأسباب، كل شيء فيه أسباب، نأخذ بالأسباب والباقي على الله. فإياك أن تمكر يا أخي وتكون من هذول الذين ما أن يعني هيك بروفايل، يعني والله تنظر إلى يعني أستوري ومن الشخص، الشخص كلاته دين دين قرآن مكي الكعبة كل هاي، وبعدين يعني موسيقى وكلام، يعني حسبي شو أقول، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فتوبوا إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إياك والمكر، إياك إياك إياك، والله سيكون المشوار القادم صعب جدا عليك والله، فلربما اليوم منعك عن المال فقد يمنعك عن الصحة، وقد يقعدك من الصحة، وإذا لم تفهم قد يأخذ أفراد عائلتك واحد تلو الآخر، عشان أو تبدع تتحصر ثم تدعو الله. عليك أن تأمر بالمعروف، لأنك عندما إن لم تأمر بالمعروف فأنت تكون تحت هذا البند، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر، أو ليشكن الله يسلط عليكم عذاب، يسلط عليكم عذاب لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب، يا رب يا رب لماذا لا يستجيب، يده بينت. ومن أعرض عن ذكري، وهو كتاب الله، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، ستنسى. والاستغفار، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، ما كان الله معذبهم يستغفرون. إياك أن تسب أو تشتم، لربما سببت
ولي من أولياء الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الربا يحارب الله فيه، نعم، والربا يحارب الله فيه. فخليك قريب من الله، استغفر، تب إلى الله، الله سيعمك في الخير من كل مكان. والله من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ننهي هنا إن شاء الله، وفقكم الله. والله إنه ليدمي القلب، يعني إني أرى ناس تبحث عن الاستغفار مبتلاة واضحة. مرات أفوت على هل كان مراسلني يعني بباب إنه يسألني باستشارة بموضوع لربما الاستغفار أو سورة البقرة، ثم ترى ستوري يعني عجيب عجيب. نعم، ننهي إن شاء الله. جزاكم الله خير، تعليقاتكم أسئلتكم نشر هذا المحتوى عشان ما تكونش من الذين يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.